طيب طبعا الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات تعرفش ان انا غيرت التيشيرت المخطط طبعا ده عشان الصيف عشان الجو حر مع شويه بودي كيرز يا عبد الله بجد ده اكتر سؤال بشوفه خلال السنه اللي فاتت. بص هو اكيد انتوا شفتوا النوع ده من الفيديوز قبل كده, فيديو بقى الايربودز الكوبي والفيك والايربودز مش عارف ايه. الفيديو مش هيبقى قوي كده زي مثلا الايفون الفيك والايفون الاصلي. الفكره ان انا معايا ايربودز غاليه بصراحه وعاوز اريهالب يعني كانت جايه مع الايفون حاسس ان انا ما اديتهاش حقها كده. بس طبعا الفيديو هيبقى قصير قوي لو عملناه على الايربودز الغاليه بس, فقلت اما اضيف بقى معاها ارخص ايربودز في العالم تقريبا يعني. وطبعا دي مش من شركه ابل بقى ولا حاجه, دي ايربودز فيك عادي جدا كوبي حاجه رديئه بس مش قوي يعني. حاولت استنضف بصراحه واشوف يعني احسن حاجه شبيهه بالايربودز الاصليه واغلى ايربودز بقى اللي بقول لكم عليها. خلينا نفتحها بس كده اول. وطبعا بقى كان لازم اجيب يعني الايربودز الاصليه بتاع ابل عادي جدا, انا لازم نتغرم فلوس. بس الفيديو هيبقى عباره عن يعني اختبار مدى سوق دي بالنسبه لدي تمام بناء على سعرها, ومدى حلاوه دي بالنسبه لدي برضو وبناء على سعرها. اكيد دي سعرها 40 دولار لو حوالي 600 جنيه مصري مثلا, ودي 200 دولار عادي جدا, ودي سعرها 600 دولار. 100 دولار يعني خلاص تزود 100 دولار وتجيب الايفون اكس عادي. انا بصراحه مستحرم احط 100 دولار والله يا صاحبي حرام. بص وطبعا عشان نجرب الكلام ده كله محتاجين الايفون من شركه كافيار الايفون الذهب يعني. بتهيألي كلكم شفتوا الفيديو, الفيديو جاب مليون مشاهده مش محتاج يعني. طبعا دي جايه معاه في نفس الباكج. اول حاجه بقى هنبص على الديزاين بتاع الحاجات تمام. اول حاجه الكوبي تصميم عادي جدا على فكره كسعر, شايف ان هي والله هي عادي يعني. انا اقدر اتعايش مع الكواليتي دي بالسعر بتاعها. طبعا مفيش بقى ماجنتيك بقى ولا الكلام ده, مفيش اي حاجه بس قشطه يعني. انا عديها الايربودز بقى من جوه نفسها والله يعني مش وحشه خالص, ماتيريالز عاديه شبيهه. طب في ماجنتيك في بالنسبه للبادز لا برضه لا استنى لا في ماجنتيك في ماجنتيك في البادز نفسها حلو ده. بص بس هو ماجنتيك احول شويه والله. بص تحطه كده بص يعني ايه هتربط كده ليه مثلا. ده السلك اللي جاي معاها سلك حقير جدا بس قشطه يعني. والله زي ما قلنا سعر value for some money تمشي معاك. طبعا مفيش هنا لمبه صغيره تعرفك هي بتشحن ولا ما بتشحنش, تبقى في المكان دي. لو جينا نبص على الايربودز الاصليه هتلاقي هنا بصوا اللمبه الخضراء دي, هي دي بقى اللي لو حطيتها في الشاحن عاوز تكونكت بتضغط على الزرار ده وتوصلها. هل في زرار هنا؟ استنى ده زرار برضه عادي. الصوت يحكم بقى. اللي هيحكم بقى هو كواليتي الصوت اكيد. خلينا نجرب بقى, عاوزين نشوف بس حاجه بسيطه الاول, هل هتربط على الايفون بقى ولا ايه؟ انا فتحتها كده مثلا اقسم بالله ولا لا طلعها بقى وتربط بقى تدخل على السيتنجز. ايوه ايوه ظهرت عادي جدا في البلوتوث على فكره. اي 11 كونكتد بس كونكتد عادي ما طلبش حتى اي حاجه. مش متفائل بصراحه. اسمع اسمع ايه ده, سماعة واحدة اللي شغالة. عامل ايه يعني؟ خلاص حطهم مع بعض يا عم تاني. انا اسف فيلهم مفتاحهم مع بعض اشتغل. ايوه بسم بالله ازاي كده؟ هي صوتها مش نقي قوي بصراحه, صوتها عالي قوي بس حلو, صوت حلو. هي ب 650 جنيه برضو رقم بس صوتها حلو. لا صوتها حلو سيئه ككواليتي, ما اضمنش ان هي تشتغل معاك كل مره الحاجات دي كلها, بس كصوت جامده جدا بصراحه. الايربادز بقى الاصليه تفرق ايه؟ طبعا بمجرد ان انت تفتحها كده هيبقى شكل وحش جدا لو ما عملتش. اوكي ها فتح اوكي.
الحمد لله على خير. بتظهر عادي جدا، بيقول لك بقى هي فيها كام شحن، ودي مشحونه كام، الارم مشحونه كام، والليفت مشحونه كام. لا لا، في يعني مور بروفيشنال حاجات. بس بكل بساطه كونكتد دن، اسهل طريقه تربط بيها شيئين ببعض. غير بقى ان كواليتي الصوت اكيد يفرق، يعني مش عارف هجرب. مش عارف والله، الفرق مش كبير قوي يعني، مش بعيده قوي. هي نقيه شويه، وفيها حته ابل كده اللي هي بتاع الايفون بتاع الماك، بس ما لا الصوت مش بعيد قوي بصراحه يعني، عادي عشان اكون صريح. بس ايا كان بقى، نسيبنا من الكلام ده كله، الحاجات دي عاديه. بس سمعنا على الايربودز بقالنا كتير بنسمع عنها، اللي ما سمعناش عنه بقى قبل كده الايربودز اللي من شركه كافيار. طبعا بقى اللون المات بلاك بتاعها مع اللوجو اللي مرسوم او مطلي بالذهب، على فكره ده رسميا يعني مطلي بالذهب، وبقى فيه كمان بوكس بتاع اللي بيتشرى لوحدها، بقى البوكس بتاعها مكتوب عليه برضو لوجو مطلي بالذهب. هنفتحها بقى عادي. الايربودز السوداء حوار اقسم بالله، ما ينفعش قبل ما يعني تتناشى الموضوع ده، تتناشى. ومرسوم عليها كافيار باللون الذهبي، عدلها شكل يعني اللون الذهبي مع الاسود بيعملوا دايما ميكس جامد جدا. وهي ايربودز 1 بالمناسبه، مش 2 ولا حاجه، ما بتعملش وايرلس تشارجنج. الفرق في التصميم بين الاصليه والكافيار هو ملمس السماعه نفسها. ملمس هنا اختلاف بصراحه عن الماتيريال البلاستيك اللي في الايربودز العاديه، تمام. ووزنها برضو تقيل شويه، تحس بيه يعني، هتحس بالفرق اول ما تمسكها. كل اللي انا نفسي اعرفه، هل في فرق في الصوت؟ هو ده اكتر شيء انا بصراحه يعني محتاج اجربه. بس كونكتنج بقى بكل بساطه، افتح يوتيوب. وانا بقى انت ايه، زي ما قلنا قبل كده، انت بتبقى قاعد في عربيه المرسيدس السوداء، معاك الايفون الذهب، لابس التيشيرت الاسود ابو 50 جنيه يعني. في فرق والله، في فرق في الصوت جامد. هو مش جامد بصراحه، انا بأفر شويه، بس في فرق. تاني يا عم تاني. والله يا عم في فرق، والله في فرق يا عم. ازاي المفروض دي نفس الايربودز؟ ما ينفعش يعدلوا في الصوت، انا مش عارف. لو هنحط بقى يعني كقيمه مقابل السعر، دي السربرايز هتاخد 5/10 عشان صوتها حلو جدا، و 650 جنيه و40 دولار حاجه. انا كنت اتمنى طبعا انها تبقى اقل من كده اكيد يعني، بس قشطه، مش تندم لو جبتها. انا بصراحه مش ندمان يعني جبتها. دي هتاخد قيمه مقابل السعر ضعيفه شويه، لان هي حاسس ان اوفر بصراحه، الايربودز اوفر شويه يعني. ممكن نقول 5 يعني، فاهم؟ دي بتديك قيمه قصاد دي بالظبط، دي بتديك 40 دولار، بتديك صوت على قدها معقول، ودي بتديك صوت ويوزابيلتي بالنسبه لسعرها كويس برضو جدا. اما بالنسبه بقى للغاليه، فبصراحه لا، ما مش فاليو فور زماني خالص، ما لهاش اي علاقه بالموضوع ده. هي حاجه انت لو معاك فلوس فايده كتير وخلصت كل حاجه في حياتك، ممكن بقى تبدا تفكر تجيبها. بس يعني فدي كانت حاجه فكره جات لي فقلت اعملها يعني، وترقبوا المزيد من الفيديوهات الفتره اللي جايه. لو عجبكم الفيديو بقى اكيد ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير، وهسيب لكم لينكات طبعا الكافيار دي في الديسكربشن، تبصوا عليها. والايربودز في منها 2 على فكره، لو حابين نجيب التو نجربها برضو، اكتبوا لي في الكومنتس تحت، مش عندي اي مشكله طبعا. خد ارمي بس كده، يلا سلام. Wow.